ما جاء في صحيح البخاري من أن زوجة ثابت ابن قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت لا أعتب عليه في دين ولا في خلق. من العتاب تقول لا أعتب عليه في دين ولا في خلق. وتأملوا معي، قالت في دين ولا في خلق، دل هذا على أنه إن لم يكن ذا أخلاق فهذا سبيل للمرأة أن تطلب الطلاق، أو كان ضعيفا في دينه فكذلك الشأن لها أن تطلب الطلاق. هذه الجملة قالت ما أعتب عليه، ويصح أن تنطق ما أعتب بضم التاء، ما أعتب عليه في دين ولا في خلق. هذه الجملة تؤيد سند الحديث الذي عند الترمذي وابن ماجه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دل هذا على أن ولي أمر المرأة عليه أن يحرص على دين الرجل وعلى خلقه، مع أن الخلق من الدين، لكن أفرد لأهميته فيما يتعلق بالعلاقات ولا سيما العلاقات الزوجية.